صغيراتنا في الدكتور كيدز. دكتور كيدز على حياة أفين سهرة الحياة. صباح الخير. صباح الفل والياسمين، صباح الورد الفواح، صباح الأبطال ذوم الميزانين، الميزانين النشطين محلاهم ومحل زينو، شي يعطيوني تصفيقة هكا نتاع نشاط قوية 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 قوية. صحيتو صحيتو، وخاصة قدامي بنوتة مزيانة وعندها قطة فوق رأسها مزيانة ومحلاها وتعمل مياو 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 هكا. عسلامة عسلامة، شنو حوالك؟ لاباس صفا. شو اسمك يا مزيانة يا تحفونة يا قطوسة انت؟ سوجو. اسمها سوجو. سوجود شكون؟ خمار. اسمها سوجود الخماري. قداش عمرك سوجود؟ 5 سنوات. عمرها 5 سنوات، محلاها ما شاء الله عليها، وهي دكتورة زاد انت؟ فيش دكتورة سناي. وبهي وانت عندك اخواتك يا دكتورة؟ عندي كان أخت بارك. أخت بارك شو اسمها؟ اسمها سجاء. سجاء اسمها؟ وكبيرة ولا صغيرة هي؟ صغيرة. مال أنت الكبيرة؟ وأنت القطوسة ذي اللي في راسك مخبيتها لهنا؟ بس ليش نلبسها يعني القطوسة هذه؟ هي تعمل لك ميعو ميعو؟ شو اسمها ذي؟ سرتي. سرتي تقطع قطوسة؟ ليه مش قطوسة انت نمر؟ طارق النمر وين يعيش هو؟ في الغاب. صحيح. شنو هما الحيوانات اللي يعيشوا في الغابة هو؟ فما النمر وفما القط ويعيش في الغابة، فما الأسد. أعطيني الحيوانات اللي يعيش في الغابة، شنو ما اللي تعرفهم أنت الحيوانات؟ السمكة تعيش هي في الغابة؟ لا. مال شنو آخر اللي يعيش في الغابة؟ أنت تعيش في الغابة؟ لا. صحيح. الإنسان ويعيش في المدينة ويعيش في مناطق ينجم يعيش فيها مامي، والأسد ينجم يعيش معنا؟ لا لا. صحيح، خاطر هو يعيش في الغابة بعد الحيوانات، هو ملك الغابة الأسد هكا ولا؟ هو لطيف هكا وباهي. ها؟ منجموش نستدعوه هكا نطيبوا له كسكسي ياكل معانا؟ لا. مالا نطيبوا له سمكة الأسد يجي يفطر معانا؟ لا لا. صحيح، ما يكلش هو سمكة. دكتور كيدز على حياة أفين. عسلامة. عسلامة. شنو أحوالك؟ لاباس. الحمد لله. شو اسمك يا مزيانة أنت؟ أسيل. اسمها أسيل، محليه اسمك أسيل. شكون أنت؟ طياش. اسمها أسيل طياش. قديش عمرك يا دكتورة أنت؟ 5 سنين. عمرها 5 سنين. عدوها من 5 سنين؟ تراها عد معايا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خمسة ما شاء الله عليك، محليك ومحلى زينك ومحلى عينك. في بالك اللي أنت جميلة؟ أي. وأكلك صحي أنت؟ تعرفوا الغذاء الصحي شنو هو الساعة ولا؟ شنو هو الغذاء الصحي هو؟ تفاحة وبنان برقدين وكسكسي ومكرونة. هي. اي هكا ولا؟ اي ما وينا وياك هذي بينينا وياك. اي وشنو اخر غذاء صحي؟ المرق. والمرق هاي والحليب. هي باهي. انت اسيل هكا مش تنصح اصدقائك الاطفال باش يكون اكلهم صحي؟ نحنا كي نفيقوا من النوم ونمشيو نقراو نفطر ولا ما نفطروش؟ نفطروا. نفطروا شنو نفطروا مثلا؟ حليب. ايوه صحيت في الصباح نشربوا حليب. وشنو اخر؟ وياغورت. وياغورت صحيت تعطينا الكالسيوم. اي وشنو اخر؟ والعظم. وعظيمة. اي باهي. وشنو اخر؟ والبسيسة. والبسيسة صح. انت تاكل بسيسة؟ اي. قديش من مرة؟ مرة بركة في اليوم؟ لا. شكون قديها لكم البسيسة هاي؟ مام. يا وبسيسة باش تعرفها المكونات تاعها البسيسة باش يقديوها؟ باش قل. بالماء. بالماء وشنو اخر؟ والشامي. والشامي الله الله. هاي حطوا فيه زيت الزيتون هكا ولا؟ صحيت. هذه غذاء صحي البسيسة من الغذاء اللي يفيدنا باش يعطينا عضلات قوية هكا ولا؟ وبعد ما نفطر وش نعمل؟ نلبس دباشنا. نلبس دباشنا ونحكوا سنينا بالفرشات والمعجون. صحيت. دكتور كيدز على حياة أفين. عسلامة. شنو حوالك؟ لاباس. لاباس عليك. شو حوالك يا دكتور؟ لاباس الحمد لله. شو اسمك انت؟ رسلان بوزيد. اسمه رسلان بوزيد الدكتور هذا المزيان وطبليته مزيانه. قديش عمرك يا رسلان؟ 5 سنين. عمره الدكتور هذا 5 سنوات. وانت دكتور فيش؟ الاسنان. هو دكتور متاع اسنان. صحيت. خلينا نتعرف عليك يا دكتور الاسنان. ترى خلينا نشوف الاسنان متاعك. اه جميله ومزيانه. ايش تعمل لهم انت؟ احكهم بالمعجوني والفرشات. بالمعجوني والفرشات مره بركه في اليوم ولا اكثر من مره؟
أكثر من مرة. أكثر من مرة في النوم وقت نجي نرقد وكنفيقوا هكا ولا؟ نعم. صحي، شكون قال لك هذي تعملوا؟ وحدي. وحدي. شو اسمها أنيسة؟ أنيسة نصري. هي اللي علمتك القواعد الصحة؟ نعم. صحيت وعلمتكش حاجة أخرى في قواعد الصحة؟ عملتش. قل لي ايش علمتك؟ اي اغسل يدي بالماء البائي من الصابون، اغسل وجهي بالماء والصابون. ايوه كل يوم زاد هذايا. نعم. صحيت باش يدينا ظني نظيفه. نعم، خاطر فما حاجات، فما اوساخ وفما. نعم. ايوه وفيروسات وجراثيم هكا ولا؟ نعم. صحيت وديما نحافظوا على النظافه هكا ولا؟ نعم. صحيت نلبسوا لباس نظيف وما نقعدوش في اماكن هكا مشبوهه. نعم، فيها هكا حاجات خايبه. نعم. وكي ناكلوا نشيو ديما من الشارع ولا ناكلوا في الدار؟ نحنا ناكلوا في الدار. صحيت، خطر في الدار ماما تعملنا غذاء صحي، وإلا كي نمشيو من الشارع نشريو من مكان نظيف فيه هكا قوالي هكا المكان واضح هكا ولا؟ نعم. صحيت يا دكتور يا باهي، قولي قديش انت كي نجيو نعديو عندك في العيادة نتاعك قديش فلوس نجيب؟ قديش يلزمنا نجيبو فلوس؟ برشا ولا شوي؟ برشا. قديش فلوس مثلا؟ 10,000. هاي عيادتك ب10,000؟ كان مشيو نعديو عنده. دكتور كيلز على حياة أفين. أسلم. أسلم. شنحوالك؟ لاباس. صباح النور. صباح النور. نهارك زين؟ نهارك دقلة وحليب. شنحوالك؟ لاباس. لاباس. معايا الدكتورة مزيانة مش تعرفوا عليها، هذيا محلاها ومحلا زينها. شو اسمك أنت؟ ريماس. هذيا نقاها في الروضة لهنا، محلاها ريماس هذيا. ريماس شكون أنت؟ عباسي. ريماس العباسي. قديش عمرك؟ 5 سنين. عمرها 5 سنين، في بالك اللي أنت قوية؟ شنو قولي تلعب في الرياضة أنت؟ عناول نلعب انا وقتي في السبور. شنو هو السبور اللي تلعب فيه؟ رافيات. شو اسمه؟ رافيات. وذي تعرفني هذي ما نعرفوش انا. شنو تعمل؟ نكربس. تتكربسوا؟ انا نجم نتكربس؟ كالكورة نولي نتكربس. نولي نتكربس كالكورة ولا ما نجمش انا؟ تزال. يلزمني نمشي نترينها؟ تولي تعلمني انت ولا لا؟ باهي وبالفلوس ولا بلاش؟ بالفلوس. كل شيء بالفلوس، كل شيء. قل لي انت تو انت دكتوره زاده؟ تاع شنو دكتور؟ الاسنان. زاد انت تاع الاسنان؟ ترى خلينا نشوفك الاسنان المزيانين. يلزمك تعطيني شويه اسنان، خاطر انا ما عادش عندي اسنان. تعطيني شويه ولا ما تحبش؟ نعم ولا لا؟ نعم. اي باش تعطيني اسنان، برشا اسنان منا ومنا ومنا ومنا، بارك الله فيك، خاطر انا ما حافظتش على اسناني. قلتلك علاش انت باش تنصحني كيفاش نحافظ على اسناني؟ شنو يلزمني نعمل؟ تغسلها. هاي نغسل مرة في الأسبوع ولا مرة في الشهر؟ مرة في الشهر. مرة في الشهر بي نغسله مرة في الشهر الأسنان. هاي شو نعمل آخر؟ نغسله يدينا بالماء والصابون. واي وزادة نستحمه. كيفاش نعمله الاستحمام نتاعنا يوم في الجمعة هكا ولا؟ نعمله دوش بي. نعم ولا؟ نعم. في نهاية الأسبوع. نعم. وشنو تنصح أصدقاء؟ النظافة. صحيت، النظافة من الإيمان، والمسخ من الشيطان، والوسخ من الشيطان. صحيت، برافو عليك، ما شاء الله عليك، محليك. نعطيوها تسويقة، شاركت معنا الدكتور كيفز. قول لكم إلى اللي دكتور كيفز.